فيسكال وعرفنا لامبو هضيف الانترودكسيون ومن بعد بلينا في لي سورس نتاع الدرو فيسكال المصادر نتاع القانون الجبائي دونك عرفنا المره الاولى القانون الجبائي من بعد عرفنا الضريبه ومن بعد تعدينا لي سورس نبداو سيدي بالدرو فيسكال مش نقرا لكم بالفرنسي ومن بعد بريفمون بالعربي لو دروا فيسكال اي لونسومبل دي ريغل ou des procédures permettant à la personne publique compétente, en vertu des textes juridiques, d'effectuer un ensemble de prélèvements de nature à assurer le financement d'une partie ou de l'intégralité de la dépense qu'elle pourrait effectuer dans le cadre des missions qu'elle prend en charge ou qu'elle doit assumer. بالفلاقي سي القانون الجبائي هو الآليات والطرق اللي الشخصية العمومية الأساسية اللي الدولة تقتطع بموجبهم اقتطاعات من المواطنين باش تمول البرامج والمشاريع نتاعها. دونك الدرو فيسكال هذايا لوبجي نتاعو الهدف نتاعو هو ليتود دو لامبو. دونك لوبجيكتيف دو درو فيسكال اي ليتود دو لامبو. باش نعرفوا لهنا لامبو سي لامبو هذا شنو هو؟ باش نقرا لكم التعريف الفرنسي ومن بعد نترجموه بالعربي. هذا موجود في الكورة تنصوروا نبعثوا لكم جوست باش ندخلوا في السحن قال الراجل. لامبو ايت اون بريستاسيون بيكونيير، بيكونيير معناها نقدية، معلوم نقدي. ريكويز دي بيرسون فيزيك او دي بيرسون مورال، معناها يخلصوه البيرسون فيزيك ولا البيرسون مورال. دو دروا بريفي فوار دو دروا بوبليك، خاطر فما بعض المؤسسات العموميه اللي تخلص زاد كيف الضريبه كيما ستيك وسونيت اللي عندها صبغه تجاريه. دونك هو معلوم نقدي مستحق للاشخاص للذوات المعنويه ولا الذوات معناها الماديه من الاشخاص القانون العام ولا شو اسمه القانون الخاص حسب القدره لور فاكولتي كونتريبيوتيف، القدره على الاداء نتاعهم. يعني هتنجيهم بعد ثم في الاداء النسبي، كيف تبدا تربح برشا تخلص برشا، تبدا ما تربح شويه تخلص، تبدا ما تربحش معناها ثم سوي معين ما تخلصش. داكوردو هل الاقتطاعات هذا يكون بار فوا دوتوريتي، السلطه هي اللي تقتطع، اتيتر ديفينيتيف سون كونتر بارتي ديتيرميني، معناها كي تدفع انت ماكش كيما العلاقة التعاقدية مش تدفع وتتمتع مثلا تشري حاجة ولا تتمتع بسيرفيس معين ولا. دونك لامبو بصفة عامة سون كونتر بارتي داكوردو للمساهمة في لي شارج بوبليك هذونا نتاع الدولة والانترفونسيون وتدخلات الدولة في المجال الاجتماعي. هذه هي التعريف. المصادر مانيش باش ندخل فيهم برشا جوست مش نعددهم كل عادة كما تعرفوا. المصادر المباشرة عندنا سي الدستور، فما فصول معينة تحكي على الجباية، المعاهدة الدولية، القوانين، القواعد العامة للقانون والتراتيب، هذونا كل عادة دي ما نعرفهم. والمصادر الغير مباشرة اللي هما فقه القضاء والفقه. فهمناش؟ باهي جي وتويك سيدي مش نبدأو في قال الراجل في الخطوات الأولى متاع البراتيك. الشابيتر الثاني بعد سي لانترودكسيون ولي ريسورس، الشابيتر هو لابليكاسيون اي لا تيبولوجي دو لامبو، يعني عنوان مصغر لو ريجيم فيسكال دو لامبو، نظام الجبايه انواعه واصنافه وما الى ذلك. الجرون تا الصنف الاولاني اللي هو بلوتو العنوان الاولاني تيبولوجي دو لامبو، التصنيف نتاعها. نبداو سيدي باللامبو ديريكت ولامبو انديريكت. بيتي تاع لامبو ديريكت ولامبو انديريكت، شنو الفرق بين لامبو ديريكت وبين لامبو انديريكت؟ اي سيدي سي لامبو ديريكت هو اللي يمس مباشرة فئة معينة ويكونوا معروفين، يعني هذونا سي لامبو ديريكت يتميزوا بليتابليسمون دو رول ولانسيدونس دو لامبو. اش معناها؟ بكري هذه في الهستوريك لامبو ديريكت كانت في وقت البيع بالليستة، فلان بالفلاني فلان بالفلاني فلان بالفلاني معنيين بدفع الضرائب والناس الاخرين ما يدفعوش. من بعد ولت بليستة لكن ليستة مش نوميناتيف، قطاعات مثلا
كل من يحقق أرباح على كذا يدفع كذا، الشركات الناشطة في كذا تدفع كذا. هذا الامبو ديريكت اللي يمس مباشرة الكونتريبيوابل اللي يكون محصور في ليستا في هكا ما يسمى ذا الاتابليسمون دو رول. على عكس الامبو انديريكت، الامبو انديريكت يعني المثال الابرز بتاع الامبو انديريكت هو التي في ا. التي في اي حاجه تشريها، تشري خبزه، تشري محمصه، تشري كهرباء، ديما فما 19% تي في ا تسمى على فغلات، معناها بوه على خوه. سي الامبو انديريكت ما تميزش. بار كونتر لامبو كيما كنا نحكوا ديريكت، ديريكت يقول لك الشركات اللي تحقق كذا، مثلا اللي يصرف عمله كذا عنده كذا عنده كذا، ما تهمش الناس الكل. على عكس التي في ا، التي في ا بو على خو على فوغليت. تدخل انت شنو الحكمه في التمييز بين كلمه امبو ديريكت وامبو انديريكت؟ لهنا تظهر الاهميه التطبيقيه نتاع التمييز بين لامبو ديريكت ولامبو انديريكت، هو لمعرفة مدى عدل النظام الجبائي لدولة معينة. معناها كيف يبدأ الليزامبو ديريكت هما المصدر الأبرز من اللامبو، فما جانب من العدل الجبائي. إيش معناها؟ معناها مش بوع على أخوه يدفع كل فقير كل غني، لا، هاكا معروفة نشاطات اقتصادية معينة، واللي ده حقق أرباح معينة، واللي يتمتع بامتيازات معينة ذاك يدفع. على بار كونتر تي في ا، تي في ا 19%، اللي يشري خبزه وهو زوالي يدفع 19%، اللي يشري نفس الباجيت وهو ما يعرفش طرف خلاف وين باش يدفع 19%. هذيك امبو انديريكت دونك تعطي مؤشر على عدم العدل الجبائي. وسي لو كام تاع تونس، تونس تقريبا الروسيت فيسكال، يعني نقولوا احنا المعاليم الجبائيه تمثل تقريبا 70% ميزانيه الدوله، 60% او اكثر من المعاليم الجبائيه هذه امبو انديريكت، وبالتالي فان تعطي فكره على عدم المساواه وعدم العدل الجبائي في تونس. هذه التمييز الاولاني والاهميه النظريه الابرز باش نميزوا بين الامبو ديريكت والامبو انديريكت. بون نرجع الابرز كما كنا نحكوا التي في ا امبو انديريكت دونك بو على خو على فغليت، وفما دي امبو اخرين ديريكت كيما نتاع التسجيل اللي مش يبيع عرض عنده نسبه كذا على البيوع الفينيات ماذا، ذوكم يتوجهوا مباشره الفئه ايتابلي دو رو. فهمناش؟ نتعداو للتصنيف الثاني قبل ما نتعداو الاول كابراتيك. التصنيف الثاني اللي هو لامبو ريال اي لامبو بيرسونيل. باهي لامبو ريال كيف هو ريالمون ديستانكسيون كيما نقولوا احنا فقهيه بالاساس. لامبو ريال بون نقرا لكم الديفينيسيون كيما بالفرنسي، فراب ان بيان امبوزابل او ديتريمون دو لا كاباسيتي كونتريبيوتيف دو كونتريبيوابل سون تونون كونت. باهي يعني سي لامبو ريال كيما نقولوا احنا بغض النظر انت تنجم تدفع ولا ما تنجمش تدفع، راكي مش مثلا تتمتع بخدمه معينه مش تخلص كذا معالي. لامبو بيرسونيل وها مش نجيو في الكابراتيك، لامبو بيرسونيل اسمه لازم بيرسونيل كل واحد والكام تاعو. مثلا سي عبد الحميد عنده مداخيل سنويه مثلا 20 مليون، يخلص ضريبه اكثر من اللي عنده ضريبه سنويه 5 ملايين، واللي عنده دخل سنوي 100 مليون يخلص اكثر في النسب من السيد اللي عنده 20 واللي عنده 5. دونك كيف هذا مؤشر، يعطي مؤشر على العدل الجبائي في نظام جبائي معين. فهمناش؟ هذونا طول الاهميات النظريه وكيما نقول احنا الحديث قال الراجل. نتعداو طول البرمي كابراتيك باش نخدموا الكابراتيك هذايا كيما كنت نحكي لكم من الاول. هو شنو هو؟ يعطينا يقول لك راهو سي فلان الفلاني يخدم وعنده دخل سنوي كذا كذا وعنده صغار وعنده ام وعنده ما هذاك، قداش يخلص ضريبه في العام؟ هذوما التيب نتاع الاسئله نتاعو. هو بون من باب النكته يضحك قال راهو يا جماعه نمشيش نلقى راهو السيد يخلص 3 ملايين و400 ليكزرسيس نتاع الكلاس، راني ما نكملش نقرا ونشطب. قال معناه بالفلاقي كي تنقلوا على الاقل بدلوا الارقام المواكب. ضحكنا احنا قلنا تو كيفاش لهالدرجه مش ينقلوا معناها الكورجين تاع الاكزرسيس كيما هي قال راني لقيتها مانيش فادلك
دي تكون نقل كوريجي كيف ما هو بحشيش وريشو. ما نعرفش اشرف عبد الحميد معايا ولا تسمع فيه ولا نجلة سهام ما اشرف معانا ديجا اشرف معانا يا اشرف نسمع نسمع لطفي يعطيك الصحة نسمع نسمع يا لطفي ساوسن ديجا نسمع اي ساوسن سي بون اي ما انا حبيت نتاكد باش كي ما كان فما استفسار ولا حاجه او في راميزور دونك باش نخدموا باش نخدموا باش نخدموا باهي اوكي باهي وجيه سي بون مريقل نجله زاد كيف كيف دونك باش نخدموا الكابراتيك يلزمنا معهم خدمه اللي هو سي الكود قانون الاداء وعلى ال حطينا نسمع يا لطفي وينكم اي نجله مريقل يعطيك الصحه يا لطفي الكود دو لامبو سور لو ريفوني للبيرسون فيزيك ولا نجله نجله بربي تنجم راديه راديه تنجمش تكلمها كيفاش؟ مثال باش نخرج ونرجع نكلم راديا ونرجع. باهي باهي. نشوف مساج كلمة. ايه. على خاطر ليش ما سمعتش خاطر نعرف تراجع هي سامحوني دقيقة برك. كملوا انتم اقراوها باش نخرج. باهي باهي. نادر. نادر صح شي كلمة راحت. اي هذاك الاكزرسيس هذاك هو مش نبداو نصلحوه تويكا تبقى في الاثناء يا عبد الحميد تليفوني في على الطاوله الاخرى بعيد عليا هاني مش نهبط لكم في الجروب القانون هذايا لامبو الكود دو لامبو سور لو ريفوني نتاع البيرسون فيزيك والبيرسون مورال اللي مش نخدموا به الاكزرسيس شنو فيه انت هبط لهم الاكزرسيس عبد الحميد اي هاني مش نمشي نجي بالتليفون باش نبارتاجي زاده في الجروب نبارتاجي الكود على خاطر مش نخدمه بالفصل عدد 40 لا تع... لا 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 دوبوي 2017 تحين اي هذاك الجديد تحين اي هذاك اي تعرف اخر تحين سنه 2017 هو ديجا مثال في الحصه اللي فاتت اعطانا فورمول باش نخدموا بها سامحني بربي يا لطفي سامحني يا لطفي عليك نور حسابات كالكو سامحني بالله يا لطفي لو سمحت حط انت وقت تبدا تقرا حط لنا الكورة على ما في كراسه يا نجلة كل الكور في الكراسه منشان ما عنديش على الاورديناتور كي عبد الحميد تو ان شاء الله تو تابي اي دونك يا نجلة جوست حبيت نعطي مثال لعبد الحميد المرة اللي فاتت يا عبد الحميد هو اعطانا فورمول نخدموا بها كي حلينا احنا القانون هذاك مسيو قلت له راه ما لقيناهاش وين هذه مش موجوده قال الفصل 39 مطه ثانيه حلينا يا مسيو مش موجوده قال بشوي ما لقدوك رجع هو للبلاتفورم نتاع هما نتاع الجوريست قال اسمعوني سامحوني راهي تنقحت بسنه 2017 وتبدلت ما عادوش تحسبوا فورمولات دونك تويكا نخدموا بسي نتاع 2017 هذاك اخر تحيين خليني ثواني نمشي نجيب تليفوني باش نبارتاجي لكم اكيد راه فما برشا ما عندهمش القانون هذايا نبارتاجيه في الجروب باش نجمو نخدموا به ثواني خويا هنجيكم اي بربي سامحوني يا جماعه فما بالنسبه للمجله نتاع تصريح على الضريبه بالنسبه للدخل الفردي والشركات اذا كان يهبطوا راه في الجروب موجود راه انا تقا اي ار بي بي اي اس اراب والاخر فرنسي زوز تقا موجود راه بي دي اف هذا هو موجود دون فيرسيون اراب وفيرسيون فرنسي زوز هذيك ايوا سي بون هذيك يا عبد الحميد باهي سي بون مش مشكلة عادي تحب تكبرها تحط على الكرون كل حط على الكرون كل ما
مش الكل، فما فصول بعينها نستحقهم اوفيرا ميزور، هل مش نخدموا بهم؟ مثلا النوسيون تاع شيف دو فامي، رب العائله، ما نعرفش هذه في الفصل خمسه، امشي لي الفصل خمسه تراني. امشي امشي، هذا فصل من معناها هي الكود فيه تقريبا ثلاثه ولا اربعه ابواب، فهمتني؟ خليني نمشي معاكم باراليل، عندي الكوبي فرونسي تاع نقول لك. اي 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 تحمل الثانية أخرى استناني بالليل. ويني ويني ويني، عليك نور عليك نور، أبقى لي سيدي باهي لهنا أزيد أهبط شوية. أنا نقول شنو هي صفة رئيس عائلة يا لطفي؟ أسمع ويسي بالله سامحني لحظة قبل ما نبداو في الإكزرسيس، ارجع لنا للكلاسيفيكاسيون دون بو ديريكت دون بو انديريكت، قلنا سلون دو كريتير اللي هما ليتابليسمون دو رول دو رول. ايش معناها؟ لا ايش معناها لانسيت ليتابليسمون دو رول؟ فهمنا قلنا فما اون ليست بيان ديتيرميني، معناها هذوك اللي معنيين بالضرائب. ولانسيدونس دو لامبو، شنو لانسيدونس؟ باهي استني خلينا نقراها. ما تكسرش راسك برشا عبد الحميد، مش تبعهم كل ثواني عبد الحميد اسيدي، خلينا نقراو سي لانسيدونس دو لامبو. سي لو فيت d'atteindre une personne ou une série de personnes déterminées. Elle vise exclusivement la personne qui paye. Si l'impôt est supporté par la personne qui assujettit, l'impôt est direct. L'incidence, تقع مباشرة على المطالب بالأداء، هذيك تسمى ديريكت. مثال سامحني، مثال اكزومبل دامبو ديريكت، مثال الضريبة مثلا على المرابيح، الضريبة على بيع العقارات، الأداء على مثلا لانجسترومون هذاك ديريكت ولا انديريكت؟ انا كنا نحكي معاليم التسجيل في القباضه مثلا. اوكي دونك سو سون دي شوز انديريكت. ديريكت ديريكت اي ديريكت. تمشي القباضه مش تاق على كهلك انت، وفما قانون لتابليسمون دو رول، فما نص قانوني خرج قال اسمع كل من يبيع معزه يلزم يسجلها في القباضه ويدفع 6% من سومها مثلا. سامحني على المنقولات. لا سامحني لحظه بركة، شو نقول لك على الفاز ديريكت وان ديريكت؟ سامحني بركة على العقارات فقط، مثال فما لوكاسيون، مثال انت عندك مثال باش تحل باتونت، مثال باش تكري محل، هذيك ديجا لازمك تخرج فيها ديكلاراسيون، باش تعمل تسجيل عقار لازمك 3 سنين الاخرانيين تعمل ديكلاراسيون، تبيع اصل تجاري لازمك الديكلاراسيون. تفصيل انا جل موافقك تفصيل. اي فهمتك. الديريكت راهو معناها الفرد والا الشركه تمشي تصرح ديريكتومون على المرابيح نتاعها وقداش تتقص عليها في القبض. اش معناتها؟ يعني مثلا ماشي معامله معينه تقوم بها بيرسون باش تتقص لها لي زامبو. اش معناتها؟ معناها مش ليه مش كيستيون مثال، الديريكت راه يدخل فيه السالير والديكلاراسيون با بلوس. هذاك علاش الدوله كي وقتها يفسر فيها سي زهير قال باش نفهموا واش معناتها دوله قائمه على تهرب ضريبي ولا لا، ذكرها ولا معناها فما ناس ماهيش قاعده ديكلاري. يا وجيه انت تحكي تويك على لامبو ريال وبيرسونيل، قال بالعكس وقت حكينا في الديريكت ولا انديريكت هو. وقت يحكي انهم البرسنت، وقت ذكرها راضي وقت قالت له انهم البرسنتاج، وقت قالت له 50-50 ذكرها ولا هذيك الديريكت وان ديريكت، مش ريال ومش نون ريال راه ولا هذاك الديريكت وان ديريكت. انا في هذه نختلف معاك تو نزيدو نثبتو مع سي زهير. بالنسبه لي لامبو بيرسونيل ولامبو ريال هو اللي فيه كل واحد على حسب الدخل نتاعو يصر على حسب يمشي ديكلاري سواء شركه او ديجا شو اسمه
لامبو القانون هذاك الكون لامبو سور لو ريفوني دو بيرسون فيزيك او بيرسون مورال صحيت هي شنو فيها واش هذيك دليل تذكر وقت اللي قال كي نشوفوا لي زامبو ديريكت في دول كيما الدنمارك وسويسرا وكل قال راهو باش تعرفوا اللي 80% من لي زامبو ديريكت من لي زامبو راهم ديريكت ماهمش ديريكت باش تعرفوا اللي العباد تخلص برشا وتصرح على الدخل نتاعها مش كيما قال في تونس وفي الدول الاخرين راهو لي زان لانديريكت تلقاه اقل من الديريكت اقل من الانديريكت خاطر فما تهرب ضريبي صح هذه قالها هكا صحيح اي قال هذاك باش تفرقوا بين الديريكت والانديريكت قال باش تعرفوا الريجيم فيسكال في الدوله على شنو قائم قائم على القصاصات اللي تصير انديريكتومون والا العباد ماشي بفولونتاري فولونتاريزم نتاعها ماشيين يصرحوا على الدخل نتاعها ذكرتها راهو الكلمه نتاعها نوافقكم في البعض ونخالفكم في برشا بعض اخر هي مش مشكل راهو عادي بقى ما يسهلش نثبتوها المره الجايه مع سيزوي خلينا نتعداو تو الكابراتيك لانه باش يزيد يفهمنا سورتو خلينا نمشي دونك للكابراتيك ليكزرسيس ديجا شكون ما عندوش بلا ليكزرسيس الهبط وانا في الجروب المره اللي فاتت اللي ما عندوش اللي ما عندوش بالله يقول لي نمل عليه بعض لي دوني ثواني بالله خلينا نرجع اي هذاك اي هذاك هو هذاك هو باهي هات نقراوه وان باراليل نمشي ومن بعد للحل يعني عبارة اكزرسيس كوريجي باش من بعد اللي عنده عليه سؤال يسأل ونخليه اكزرسيس اخر الكابراتيك اللي خدمنا اخر سيونس نخليه في الجروب باش غدوه كل واحد يحاول فيه شوي ارجع لنا عبد الحميد عشقوية للش اسمه الاكزرسيس باهي هاي سيدي سيلونس اللي نوصيد ليكزيس هاني مش نقر ان كونتريبيوابل سي عبد الحميد ارياليزي ان ريفوني ترجع يرجع يا عبد الحميد عيب عليك ان ريفوني انويل نت دو 20000 دينار عنده مدخول سنوي صافي 20000 دينار هذايا شيف دو فامي وعنده في كفالته خمسه صغار الخمسه صغار هذونا الصغير الاولاني طالب ولا يتمتع بمنحة عمره 25 عام الصغير الثاني عمره 21 عام وطالب لا يتمتع بمنحة زادة الصغير الثالث معاق وعمره 19 سنة سترنا أنفيرم هذيك عليك نور سي الصغير الرابع عمره 15 عام سي الصغير الخامس عمره 13 عام اشتقنا معك يا اخي وي وي حاجه بركه بالله لهنا كيفاش سامحني اش صار لك حاجه فما شكون يقول لك اللي بالتاريخ كانوا تصريح على دخل الفرد نتاعهم يقول لك مانيش فاهم علاش امتياز جبائي كرئيس عائله وإلا انا جاي بالله ما هو كيفاش نبداو في الكوريكسيون كلمه شاف دو فامي مش نعمل بوز ونبعثهم للفصل خمسة نو حبيت نفسر له اللي في نطاق العداله الجبائيه يعني مش كيما اني انا نقصد مش كيما اني مثلا عازب وما عنديش عائله باش يخلص جبائي كيما واحد عنده اسره وشارج باش يخلص لامبو مو مش كيف كيف معناها ما هي في الفصل خمسة هذيك هي وجيه اللي احنا هنا جايينه في الكوريكسيون جود ايه توكلوا مالا باهي دونك ساشون كو لو كونتريبيابل هذا عنده زوز والدين في الكفاله نتاعو كي يرمبليسي لي كونديسيون دو ديدكسيون اش معناها هذايا لانه المشرع في الفصل 40 تاونجيوه حط شروط باش الاباء يعني الوالدين والكفاله يتمتع بخصم دفع الضرائب بخصم عليه تاكوردو عندنا هنا زوز اسل ديتيرميني لو ريفوني امبوزابل معناها قداش المبلغ اللي مش نحسبوا له عليه الضريبه والسؤال الثاني احسبوا لي الضريبه قداش يخلص قبل ما تعدى عبد الحميد خليني في الصفحه هذيك لهنا لو ريفوني امبوزابل اش باش نعملوا مش ناخذوا ال 20000 دينار ذاك الدخل النات نتاعو ونبدو نقصوا له التنقيص على اساس مش يجي على اساس الكلمات هذوك نرجع كما كان يحكي كوجيه لهنا
باك تيبولوجي الاخرانيه لامبو ريال ولامبو بيرسونيل في اطار العدل الجبائي وفي اطار تقريب الجبائي من الواقع. المشرع التونسي اعتمد قصاصات تدريجيه وميز الفئات على حسب الشرط تاعهم. مش معناها جاء قال اسمعني كما كان يحكي وجيه، مش كي انسان عازم يخدم ويصرف على روحه كهو، كيما انسان معرس وعنده صغار، مش كيما معرس وعنده صغار وطلبه وعندهم منحه كيما اللي طلبه ومش عندهم منحه، مش كيما اللي عنده صغير عنده حامل اعاقه، مش كي اللي صغار ولا باس، مش كي اللي والديه في كفالته، مش كي اللي لا والديه كل حد على روحه ولا توفاه. لهنا المشرع حاول يضفي جانب من العداله الجبائيه. سي نوسيون تاع شيف دو فامي هذه وين نلقاو ديفينيسيون تاعها؟ انا ديجا سي عبد الحميد حط لنا التابلو هذاك، هذاك اغسل لي عبد الحميد امشي للفصل خمسة عليك نور، هذاك سي الفصل خمسة ارجع لي بالليل فوق شويه من اول الفصل خمسة. الشيف دو فامي رب العائله ولا رب الاسره ما عرفش كيفاش الترجمه تاعها بالعربي، ارجع لي بالليل رئيس العائله باهي. سي رئيس العائلة إذا متع المشرع بخصومات أكنات هذاك اللي يعطيونا من نات من الأول، باش نبداو نقصوا منها، تو نجيو شنو نقصوا منها. شكون يعتبر الساعة رئيس العائلة؟ الزوج المعرس، وإلا كيف كيف؟ زيدها بشوي بالله عبد الحميد. أي ال سي المطلق، أنا والمطلق اللي عنده صغار وفي كفالته، الأرمل ولا المتبني صغير، وإلا الزوجة. زاد النجم نعتبر الزوجة رئيسة عائلة في أنا حالة، في حال تثبت أنه الزوج ما عندوش مصدر دخل أثناء السنة السابقة. معناها بون ديما احنا الديكلاراسيون نتاع العام اللي فات طو، معناها كي مش تعمل ديكلاراسيون طويك راك مش تعمل نتاع سنة 2022. لطفي ربي لحظة برك، كي تجي يجي ديكلاري راهو يحكي لطفي راهو يمشي للقباضة ومشي ديكلاري على الدخل نتاعو، اش معناتها؟ مش يعمر مش يعمر ورقه تسمى تصريح على الضريبه فيها ديكولون، راهو جوست يكوشي برا، معناتها كونه هو رئيس عائله عنده صغير يكوشيهم راهو. اي بون هنا في الاكزرسيس ما 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 تفيدناش موجود، اما باش توضح الصوره اللي يفهم معناها، فهمت؟ اي هون كيما كان يحكي وجيه هذا اللي نحكوا عليه في الواقع اش يصير؟ نمشي انا ولا وجيه ولا كي مش نمشي مثلا بدل كارت جريز نتاع الكهرباء، مش يطلب عليا برجيب تصريح برجيب شو اسمه تصريح على الضريبه من القباضه. سي التصريح على الضريبه من القباضه مش نمشي للقباضه، كانك قال الراجل مواطن صالح، مش تمشي لك السيده اللي في الجيشي تطلع بخمسه وتهبط باثنين تحسب وحدها، انت ما تعرفش تعمر، ما تعمرش اللي انت عندك والدين في كفاله، وما تعمرش اللي عندك صغير ومعرس واللي عندك قرر سكن وما الى ذلك، دونك مش تطلع بخمسه وتهبط ثلاثه وتقول لك عندك 180 ولا 200 درهم مش تخلصهم. كانك مواطن طالح تمشي لك السيد في القباضه اللي ديما حاط كرسي انا في باب القباضه وتعطيه 10,000 يجيب لك اصفر يجيب لك الديكلاراسيون. داكوردو دونك نرجعوا اي نرجعوا سيدي الاكزرسيس بتاعنا، مش نبداو تو سيدي بفصل بفصل سيدي. دونك هالنوسيون نتاع شيف دو فامي تمتع السيد اللي يتمتع به من خصم من المان ب 300 دينار. اش معناه خصم من المان ب 300 دينار؟ امشينا تو بالكوريكسيون بالله حميد عشوي. هاي اي زيد كبر لنا فيها شويه سيدي. بربي جوست ريمارك اخرى، راهو لازم تفهم اللي كونه المعرس اللي عنده عائله راهو عنده يتسمى امتياز جبائي فافوري على غيره، معناه انك تكون رئيس صحيح خاطر جبائيا قاعد تتمتع بامتياز، وكي تجيب صغير تولي عندك امتياز اخر. انا جايين تدريجيا نوجي. دونك نبداو سير المرتبه الاولى في النوسيون تاع الاكزرسيس، قالنا راهو السيد ان شيف دو فامي. لهنا في الكوريكسيون في الاجابه ارتيكل ناقصه الارتيكل سان كان غادي حطيت غادي الارتيكل 40 فقره اولى، هو غادي سولون في الديفينيسيون في الاجابه نتاع زوير قال لك تكذب لي سولون الارتيكل 5 نتاع الكود هذاك اي ار بي 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 ولا اي ار بي هذاك الدخل على الضريبه وندرا شنيه هنا الاي ار بي بي اي اس الشيف دو فامي كيفاش سامحني زوز اخسر لي لا فما زوز ارتيكلوات فما الارتيكل 5 اي الارتيكل 40.1 الارتيكل 5 اش فيه؟ الارتيكل 5 عرفنا الشيف دو فامي
والارتيكل ال 40.1 قال لنا راهو الشيف دو فامي هذايا يتمتع بخصم 300 دينار من المورد. دونك الارتيكل 5 عرف لنا الشيف دو فامي، والارتيكل 40 فقره اولى اعطانا الامتياز نتاع الشيف دو فامي. دونك في الارتيكلوات الزوز، دونك في الكوريكسيون كما كنا نحكوا selon l'article 5 du code كذا كذا le chef de famille bénéficie d'une déduction commune mentionnée dans l'article 40.1 de la somme de 300 dinars. الكالكول شي يعطينا اك 20 مليون هذاك النات نتاعو باش نحو منها 300 دينار تعطينا 19 مليون 700. هذا الامتياز الجبائي الاولاني كما كان يحكي وجيه بكريكا انه عندك صغار امتياز زاد وصغار يقروا امتياز. باهي نمشي لك النقطة الثانية. قال لنا السيد عنده خمسة صغار، نبداو بالصغير الأولاني. الصغير الأولاني إتيديون نون بورسي وعمره 25 عام. لهنا المشرع ميز بين اللي عمره أقل من 20 واللي فوق ال 20. اللي أقل من 20 تتمتع ليه بخصم ب 100 دينار على كل صغير. لا أنا جاي أنا جاي خلي ال 1000 100 دينار على كل صغير. نحكوا على اللي أقل من 20 عام، أقل من 20 عام، صغير عادي أقل من 20 عام تتمتع ضايف راون الارتيكل ويت الفصل 40 مطة ثانية هذيك الأكسانكيامون ريتها أكسانكيامون عبد الحميد. الصغير اللي عنده حالته الصحية طبيعية عمره أقل من 20 عام يتمتع عليه الولي بخصم ب 100 دينار. حتىش للصغير الرابع، معناه كي يبدأ عندك خمسة وستة صغار يقصوا لك على الأربعة الأولى كهو الامتياز تتمتع به على الاربع صغار الوالا. الصغير الخامس والسادس والسابع المشرع في تونس مش مستعرف بهم. سياسه تحديد النسل عليك نور باش لون المشرع متجانس مع روحه. دونك هل 100 دينار هذه كان انا جايك انا جايك 100 100 100 دينار لهنا تو نجيو للفوق 20 عام. بون خلينا من الفوق 20 عام استناني. كان الصغير هذا حامل لاعاقه تولي الامتياز اللي يتمتع به الولي 2000 دينار. هوني هذيك في كاتريامون اي على خاطر انفيرم في الفصل 40 مطه ثالثه ايش تقول لنا؟ تقول كان الصغير هذا اللي اقل من 20 عام انفيرم الخصم من اللي كان 100 يولي 2000 دينار. ديما ضاي نحكوا في الاقل من 20 عام. باهي نجيو تو كان الصغير فات 20 عام، لهنا كان فات 20 عام باش الولي يتمتع بامتياز يلزم يكون صغيره يقرا ونون بورسي، معناه كانوا يقرا وعنده بورس ما يتمتعش الولي بامتياز خصم المورد. والامتياز هذايا معناه من 100 يطلع ل 1000 دينار حسب الفصل 40 فقره ثالثه. دونك نحوس الموضوع الصغار، المشرع التونسي يمتع شنو 28 هنجيك لا هنجيك هنجيك تيك تيز تيك تيز يا تو نجيو للحساب عبد الحميد. دونك تو مازلنا نحكيو في الصغار. قلنا المشرع التونسي يمتع رب العائله بخصم على اربع صغار في حدود اربع صغار. ميز المشرع التونسي بين الصغير اللي ظاهر وكل موجود في الفصل 40 مطة أولى وثانية وثالثة ورابعة من الكود هنوسع عليه بالكم بعد وقراه. دونك سي المشرع التونسي قلنا ميز بين الصغير اللي عمره أقل من 20 عام واللي فوق ال 20 عام. اللي أقل من 20 عام كان صحته لاباس الولي يتمتع بخصم ب 100 دينار من المورد امتياز. كان الصغير أنفيرم الولي يتمتع بخصم 2000 دينار من المورد. نجيو للصغار اللي اكثر من 20 عام كانوا يقرا ونون بورسي ما يتمتعش بمنحه، اكل الامتياز يرفع ال 1000 دينار من اللي كان 100 دينار يرفع ال 1000 دينار. كانوا يقرا وعنده منحه ما ياخذ عليه حتى ملي من امتياز. الصغير الخامس والسادس والسابع ما ياخذ عليهم حتى ملي من امتياز. فهمنيش؟ دونك نرجع توا سيدي للصغار او كاباركا نبدو بوتي دو. بوتي دو قال لنا راهو السيد هذايا عنده صغير عمره 25 عام ايتيديون اي نون بورسي يقرا وما عندوش منحه. حسب الفصل 40 فقره ثالثه من الكود كذا كذا يتمتع الطالب هذايا اللي الغير متميز بمنحه
يتمتع الولي نتاعو بخصم من المورد ب 1000 دينار. دونك احنا في البيتي دام وصلنا 19 مليون 700، توك 19 مليون 700 هذيك مش نحو من 1000 دينار نتاع الامتياز نتاع الولي، تعطينا 18700 في تروا. كيف كيف عندنا طالب اخر ونومبورسي او نعمر 21 عام ونومبورسي، نفس الشيء الولي يتمتع ب 1000 دينار امتياز، ناخذ 18 دينار و700 اللي لقيناها في الريزوتا اللي قبلها ونزيدوا نحو من 1000 دينار تعطينا 17700. علاش نتعداو للصغير الرابع؟ الصغير الرابع لهنا اقل من 20 عام، لكنه ان فيرم. المشرع التونسي في الفصل 40 مطة ثالثة قال لنا راهو الامتياز من 100 دينار يترفع ل 2000 دينار. دونك نمشي ونكملوا مع الكالكول، وصلنا بكريك 17700، 17700 الا 2000 دينار يساوي 15700. سي الصغير الرابع عمره اقل من 20 عام، الفصل 40 مطة ثانية من الكود هذاك يقول لنا راهو الصغير اللي اقل من 20 عام وصحته لاباس الولي نتاعو يتمتع بخصم المورد ب 100 دينار فقط. دونك 15700 الا 100 دينار يساوي 15700. هذايا نحسبوا فيه هذايا باش من بعد نحسبوا عليه الضريبه. هذايا اكل كالكول على اللي صار في الاخر الجدال مش نلقاوه، هو مش نستعملوه باش نحسبوا الضريبه اللي مش يدفعها السيد للقباضه. لطفي لهنا اللي يحسب فيه لطفي راه هو جمله المرابيح اللي يربحهم البيرسون هذاك في عام كامل، واللي قاعد ينقص فيه اي قاعد ينقص جوست باش يوصل الحاجه في الاخر اسمها لامبو دو، معناها قداش لازم يخلص على التوتال، معناها هو قاعد ينقص تو من التوتال راهو لامبوزابل الريفينو امبوزابل لامبو دو، يعني هو الضريبه المستحقه هذيك في السؤال الثاني. اما كيما كان يحكي وجيه قاعد ينقصوا باش نوصلوا المونتون، المونتون هذاك مش نحسبه على اساس لامبو دو، قاعدين نقصوا في التوتال معناها اي نقصوا في التوتال، اي نقصوا في التوتال هاكا الكالكول على اللي على اليمين بلوتو نقصوا في التوتال. نتعداو للصغير الخامس، لهنا قالنا الصغير الخامس عمره 13 عام، ايش عندنا فيه 13 عام 20 عام 8 سنين. المشرع التونسي قال في الفصل 40 فقره ثانيه راهو رب العائله ولا رب الاسره ولا شو اسمه ايش اسمه بالعربي عبد الحميد رئيس العائله، رئيس العائله يتمتع بامتياز جبائي الى حدود الصغير الرابع. دونك بما انه ذي خامس مش مستعرف بيه دونك ما ريانا فير لطفي الله يخليك سامحوني الاولاد جوست اني بعد قاعده نتبع فيك معناتها جوست غبت عليا حاجه بعد ما نقصنا للشيف دو فامي 300 دينار خليتك مع الوليد 25 عام هذايا ليتوديون هذايا بعجاله ولا ميسالش نسالك باش ما نعطلكش نقص عليه 1000 دينار هكا ولا اي حسب الفصل 40 مطة ثالثة هو نون بورسي هو ايتوديون عمره 25 عام اي نون بورسي معناه كان جاء ايتوديون وبورسي ما نقصوا عليه شيء ريانا فير معناتها ال 25 عام وال 21 عام الزوز كل واحد 1000 دينار خاطر عندهم نفس الوضعية كيف كيف مثلا لكن جاء ان ايتوديون نتاع 25 دينار نون بورسي نقصوا عليه دينار لكن جاء خوه ال 21 عام بورسي خوه ما نقصوا عليه 1000 دينار قديه 100 ما حتى صفر صفر مليم لانه فات ال 20 عام لكن جاي اقل من 20 عام نقصوا عليه 100 دينار اون فوا فات ال 20 عام كي يبدا فات 20 عام كي يبدا فات 20 عام بلاش وين صغير الصوت يتقص سامحني كي يبدا فات 20 عام والي بورسي ما نقص حتى دوروا حتى من اللي ما تنقص عليه ريانا فير داكورد داكورد تو سافا كلير اقل من 20 عام اقل من 20 عام كانوا صحته لاباس نقصوا 100 دينار كانوا انفيرم نقصوا 2000 دينار زوز مليم اي هذايا في الاربع صغار ولا الخامس مش كي يبدا اقل من 20 عام كي يبدا عمره الخامس والسادس والسابع يمشوا يزمروا عارفين بيهم في بالي كي يبدا انفيرم وفوق ال 20 لهنا يلزم الكفاله في فصل اخر وما ذكرهاش إيش أقول لك اللي قالوا ما تكرهيش بالحق أما تعليق صغير قال المعاقل لطفي يا ربي فوق العشرين تحت العشرين راهم كيف كيف هذا اللي نتفكروا قالوا خاطر أبريتو يبقى معناتها فاقد التمييز وفاقد الأهلية يبقى ديما في كفالة الولي
استناني عاد علاش المميز حتى 20 عام خاطر بعد 20 عام المشرع قال لك يكون استقل بروحه ينجم يكون عرس نجم خرج يخدم على روحه كيما الانفيرم كيما الحامل اللي بيتقي عاقه كيما البشر العادي ينجم يدخل في خدمه وينجم يعمل دخل قاره وعائله قاره انا ترانزيت نثبته من سي زهير ثواني انا اللي في بالي به المشرع ميزه 20 عام الانفيرم اقل من 20 عام نوع اكثر من 20 عام نوع اخر النقطه دي ترانزيت ناكدوها من عنده لا يا لطفي هو قال الانفيرم كلك سوا طوناج مهما كان عمره دونك عنده اون ريدكسيون دو 2000 دينار فهمت باهي يا سي هذا شنو وقع واضح اوكي دونك يا لطفي نعم نجلة كي يبدا هو يقرا ولا حتى عمره 20 ولا 25 سنه يبقى ديما انه تتنحى ليديكسيون نتاعو مادام مازال كان اقصد نجله كانوا نون بورسي كانوا بورسي ما كان فات ال 20 وبورسي نون بورسي فوالا نون بورسي فوالا نون بورسي وما زيل عنده يتقطع له بيان سور بورسي معناه يتمتع بمنحة ويقرا ما نقصوش نون بورسي صحي بورسي ما يتقص له حتى شيء ريانا فير قالا يا ريانا فير لهنا لهنا ركزوا معايا نتعدوا للساتيامو في الجدول ديما الساتيامو اللي هو عنده دو بارون اشارج هذا فيها تفصيل صغير ماذا بيا كيما قلت تركزوا معايا البارون اشارج اش قال سي المشرع الفصل 40 مطه رابعه قال راهو اللي عنده بارون اشارج يستجيب للشروط نتاع القصان يتمتع بقصاص 450 دينار على كل ولي شريطه تاع عدم تجاوز سقف 5% من الريفينيو انويل اش معناها من ناحيه اعطاك زوج شروط الشرط الاولاني قال لك اسمعني راهو كل ولي نقصوا عليه 450 دينار الشرط الثاني قال لك ما يلزمش هالزور ال 450 دينار مثلا ولي كي يبدا عنده زوج اولياء في الاثنين يفوت السقف المسموح به السقف المسموح به هو 5% من لامبو من البرو استغفر الله دونك احنا باش نحسبوا القصاص المستحق لل على البارون اشارج يلزمنا نبداو نحسبوا البلافون ما يلزمناش نفوتوه اللي هو 5% دونك حسب الفصل 40 مطه رابعه اش قال لنا سي الفصل هذا قال راهو القصاص على البارون اشارج ما يلزمش يتجاوز سقف 5% من الريفينيو انويال نجيو للريفينيو انويال اللي هو بدينا نحسبوه الاولاني هذاك 20 مليون ونضربوه في 5% باش نعرفوا الحد الاقصى اللي نجموا نقصوه كي نضربوا عليك نور مليون لكن جاء السيد الريفينيو انويل نتاعو بار اكزومبل 5 ملايين مش نلقوا السقف السنوي نتاعو في 5% براتيكمون مش تيح لنا في 250 دينار تقريبا عطاو نجي علاش عطيت المثال نتاع 5 ملايين تو نجي في الشطر الثاني تو نجي دونك لهنا 5% من 20 مليون تعطيني مليون من في 20 مليون تعطيني مليون نجي تويك الكالكول نتاع الديدكسيون نتاع البارون في نفس الفصل 40 مطه رابعه اش يقول لنا يقول لنا راهو كل ولي عليه 450 دينار عندي لهنا زوج اولياء 450 دينار في الاثنين تساوي 900 دينار كي نقارنها مع السقف اللي هو مليون مازلت ما وصلتش السقف دونك النجم نقص 900 دينار على الروح تجي لك 15 مليون 600 اللي لقيناها قبل نقص منها 900 دينار تساوي 14 مليون 700 دونك الريفينو امبوزابل اللي مش نحسب على اساسه الضريبه المستحقه لامبو دو هو 14 مليون و700 نرجع للمثال اللي اعطيته لكان جاء السيد الريفينو انويال نتاعو 5 ملايين كي نعمل انا في ساتيامون هذيك في الجدول ساتيامون كي نعمل 5 ملايين في 5% نلقى عندي 250 دينار وقال لي راهو عنده زوز بارون اشارج كي نجي لويتيامون نحسب دو بارون اشارج 450 في الاثنين نلقى 900 قداش نقص له نقص له 900 ولا نقص له 250 قص له 250
عليك ما يسمح صحيه نقص له 250 لانه السقف الحد الادنى المسموح به حسب الدخل السنوي نتاعه 250 دينار، دونك تجي ل 15 مليون 600 ونعمل الا 250 دينار فقط مش الا 900. دونك باش نحسب حوصل باش نحسب الديدكسيون بور لي بارون ا شارج نمر بمرحلتين. المرحله الاولى نحسب السقف المسموح به اللي هو 5% من الريفينو انيسيال، والمرحله الثانيه نحسب كان بارون 450 دينار كان دو بارون 900 دينار ونقارن الكالكول كانوا اقل من السقف نقصه كامل، كانوا السقف اقل نقص السقف، كانوا اكثر السقف كانوا اكثر سقف كما الحاله نتاعنا دي ما يقلقنيش مسموح له بحد اقصى 900 طريقه ما يفوتش السقف، كانوا السقف نتاعو 10 ملايين السقف نتاعو. وقت نشوفوا مثال تمرين اخر تو نهبط لكم بعد احنا نقصوا 900 كانوا 10 ملايين السقف نقصوا 900 كانوا السقف اقل السقف يحكم فيها مش نقص حد يحد السقف. لهنا بالمحصله المونتون المبلغ اللي هو امبوزابل مش نحسبه على اساسه لامبو دو هو 14 مليون و700. نجي تويك السؤال بون قبل ما نتعدى السؤال الثاني، فماش كان عنده استفسار ولا تساؤل على السؤال الاولاني على الجدول لطفي عشان نعطيك تكنيك اسهل في الاقتصاصات على البولم. يبدا عنده دو بارون دو بارون وكتوا هو حسبك 5% كان لقاها اكثر من 900 يقص ديريكت 900 وعنده زبو وامه يقص طول 900 كانوا عنده معناها حسب 5% لقاها اكثر من 900، وكان عنده دو بارون وحسبها لقاها اقل من 900 ينقص كانك 5% ذيك. اي طبعا هذيك هي البلافون تولي اسهل معناها فهمت ديما الريفيرنس هي 900 دينار فهمك كل واحد وانا اعطينا طريقتين كل واحد والترزق في مخه كيما نقول على الطريقه راسك. المهم عنده الحق 450 دينار على كل ولي شريطة عدم تجاوز سقف 900 دينار. فماش استفسار ولا ملاحظة على الجدول الأولاني؟ كان ما فماش ملا يا حميد حط لنا على شوية السؤال الثاني الكالكول دو لامبو دو. لامبو دو هذا يطو ما عندنا سي 14 مليون السيد هاكا كيفاش رب العالمين لامبو دو شو معناها؟ معناها قداش مش يكح للقباضة قداش مطالب يكح فلوس للقباضة. السيد اقصد كان عنده دخل سنوي نات 20 مليون، ال 20 مليون ذاك الامتياز انه هو معرس وعنده صغار وعنده والديه في الكفالة تحت ال 14 مليون 700 يا شرف وتو نشوفوا التأثير نتاع انها تنقص ال 20 مليون 700 ال 14 مليون تذوكم انت بعد التوتال اللي عندك نتاع المرابيح مش تضرب فيها فك البرسنتاج، واحنا اش قاعدين نعملوا بكري قاعدين نقصوا في المونتون جلوبال باش كي تضرب في البرسنتاج تلقى اقل فلوس. احنا قاعدين نلعبوا على السوم جلوبال باش في الاخر قد ما نضرب البرسنتاج نلقى في الاخر اقل فلوس خلاص من قبل. هذيك هي البرانسيب على قبل. اي خلينا على كلام وجيه الكلام اللي كان يحكي في وجيه. دوزيامون في البيتي دو كالكول دو لامبو دو باهي امشوا لي ديريكتومون للجدول باش نربط مع السؤال اشرف وملاحظه وجيه. الجدول ايش يقول لك؟ يقول لك اقصد لي كان تفكروا كي قلنا لامبو بيرسونيل هو جانب من العدل الجبائي. ايش معناها؟ اللي عنده دخل سنوي من 0 ل 5 ملايين ما يخلص حتى مليم قباضه. اللي عنده بين 5 ملايين ومليم و20 مليون يخلص 26% من الضريبه 26% يكح فلوس القباضه. اللي عنده 20 اللي عنده دخل سنوي بين 20 مليون ومليم و30 مليون يخلص 28%. اللي عنده بين 30 مليون ومليم و50 مليون يخلص 32%. اللي عنده اكثر من 50 مليون يخلص 35%. هاكا كان تلاحظوا كل ما الدخل نتاعو يكثر كل ما نسبه الاداء على الضريبه تزيد اكثر. دونك احنا كي نطيحوا له فك الامتيازات هذوكم ريالمون قاعدين نطيحوا فيه من باليه الاخر باش يولي يخلص اقل يتمتع بنسبه اقل. دونك هنيجيك هذيك قال لنا انسوها هذيك التو افكتيف خدمنا وقتها في الكلاس
خدمنا بهم بعد قال ما عدتوش تخسروا لها وتونجيك راه مش نجي نفسر لك عبد الحميد ذاك تو افكتيف على ليميت سوبيريور تونجيها ومش نفسر لك باهي. دونك وصلنا في اخر ايتاب للسؤال اللي قبله اللي لامبو امبوزابل 14,700,000 توا مش نحسبوا لامبو دور اللي هو قداش يلزم يكح السيد للقباضه قداش يخلص باهي. لهنا ثم تكنيك كما كنا نحكوا انه يتقسموا بربالي عباره مش نعملوا كما نقولوا 14,700,000 مش نعملوها في صوره كما عملوا فلاش سهم. السهم في دي ترونش، ترونش الاولى من 0 ل 5 ملايين، الترونش الثاني من 5 ملايين ل 14,700,000 اللي هو سي من 0 ل 5 باش نحسبوا كي مش نحسبوا الكالكول اش باش نعملوا او كتعدوا لي ديريكتومون تحت الجدول. عندنا 5 ملايين للوالة في 0% باهي ريت هاكا من 0 ل 5 ملايين يخلص حتى ملي بار بالي بار ترونش مش يا عبد الحميد مش باش نجيو ديريكتومون نضربوها في 26% مش نجيو 14% نضربوها في 26% لا مش نقسموها هاك 14,700,000 فيها 5 ملايين ما يدفعش عليهم فيهم 5 ملايين ما يدفع حتى ملي. دونك كي نحو كل 5 ملايين ما يدفعش عليهم حتى مليم قداش يقعدني يقعدني 9,700,000 9,700,000 وين يطيحوا؟ يطيحوا في البالين تاع 26%. لكن جاء بار اكزومبل يا عبد الحميد خلينا نعطيكم مثال، لكن جاء السيد الدخل السنوي نتاعو 30 مليون، 30 مليون شو نعملوا؟ مش نقسموهم 5 ملايين في 0% خاطر 5 ملايين ما يخلص عليهم حتى ملي، ومن بعدهم 15 مليون اللي هما من 5 ملايين حتى 20 مليون 15 مليون في 26% ويبقى لنا من بعد 15 مليون اخرين في 28% او بليتو 15 10 ملايين اخرين في 28% دونك مش قسموهم. نحاول نزيد اكثر ومن بعد كانوا اكثر 30 مليون وما الى ذلك. دونك اش نعملوا سي لامبو دو هو التمرين اللي عطاونا اخر مره تو تزيد تفهم به بالكدا بالكدا لانه السيد الدخل نتاعو 140 مليون في التمرين تاع اخر سيونس 140 مليون دونك براتيكمون تعدينا على لي بالي الكل خذينا له 5 ملايين ما يدفعش عليهم بعد خذينا له 15 مليون يدفع عليهم 26% بعد 10 ملايين يدفع بهم على 10 28% بعد 10 مليون يدفع بهم 32% وبعد اللي فوق ال 50 ذاري 87 مليون يدفع عليهم 35% تو نجيهم هذوك. دونك الكالكول بسيط هذايا عندنا لهنا دو بالي من 0 ل 5 ملايين فوا 0% هاوكي لامبو دو 5000 فوا 0% ما يدفعش عليه هذيك. اش بقالوا من 14 مليون 700 بقالوا 9 ملايين و700 9 ملايين و600 و700 هذونا يتيحوا 26% دونك 9 ملايين في ال 26% تعطينا زوز ملايين و 522 دينار. وبالتالي لامبو دو لامبو المستوجب من القباضة واللي يلزم يكح القباضة زوز ملايين و 500 فماش استفسار إلى حد الآن دونك دونك أشرف وعبد الحميد وجماعة سيرتو جماعة اللي غايبين هاني تو غدوه ان شاء الله كانت فضيله الصباح نحاول قبل شق الفطر نهبط لكم اللي نوصي نتاع ليكزارسيس اللي خدمناه السنوس اللي فات يزيد يفسر لكم بالكدا بالكدا. انتم مش تعملوا حاولوا فيه حتى اقراوا هكا قبل ما نتقابلوا ان شاء الله مع بعضنا مع العشره وشويه اعملوا عليه نظره تو يزيد يفسر لكم بالكدا بالكدا. واضح ربي يبارك لك يا لطفي. اجمعين عشك فماش استفسار ولا ملاحظه قبل ما كيما حكيت؟ يا لطفي يا لطفي نعم لطفي يس بربي سؤال ما يصيرش كلنا خلينا مع بعضنا دار فينا اي نسمع فيك نسمع فيك انت توا طي ماكش مش معناتها ماكش مش تعدى لك الاسيغونس اللي خدمناها لاخر مره هذيك مش نهبطه لهم ان شاء الله غدوه ويعملوا فيه محاوله ويبربشوا قال الراجل لي كود وتو نحكيوا فيه معناتها تويكا جوست لهنا معناتها كاو اي صافا ربي يبارك لك بون كان عندي غدوه ان شاء الله كي نهبط لينونسي نتاع ليكزارسيس نصلحوه ونحكيوا ان شاء الله في الاخرى داكوردو
عايشك الله يبارك لك وميرسي بوكو ليلتكم زينه. ما مانيش عامل زي هاني نفهم معاكم هاني هاني نكتشف في بعض النقاط معاكم وقاعدين نراجعوا مع بعضنا. بارك الله فيك. دونك في الاثناء كما تفهمنا ان شاء الله هو قبل شق الفطر نحاول قدر الامكان نهبط لكم لي نوصي نتاع الاكزرسيس اللي عطاهونا وبالله حاولوا حتى معناها هكا افي دو يعملوا يطلق قبل ما نتقابلوا ان شاء الله مع العشره داكور دو. شكرا على خير على خير.